هنلعب بقى رياضة بقى مع الراجل اللي بيجي كده يكيفني بكلامه، وبسبب كلامه بس، لا مش هو لوحده عشان برضو ما نظلمش بقية الكابتن اللي معايا، بسببه هو وكابتن طلعت، هما الاتنين دول بسببهم انا ابتديت العب رياضة واروح الجيم مرة تانية. ده خبر حلو جدا، انا انبسطت جدا بجد ان انا شفتك بتمرن فعلا. واقول حاجة تانية بمنتهى الأمانة، ما كنتش مقتنع، جايز جيلي ما كانش عندنا اللي هو الحد يقعد يقف يمرنا، كنا بنخش الجيم كده مع نفسنا، فانا ما كنتش مقتنع غير لما رحت الجيم وطلبت ان يبقى فيه مدرب معايا، قلت لهم لاول مره بس، فمن كتر ما هو شاطر خليته يبقى معايا دايما، لان انتوا واضح ان انتوا دارسين وبتفهموا بطريقه مختلفه وماشيين على كل حاجه بطريقه علميه صح، مليون في فانا المية صح، مقتنع بيكوا دلوقتي بنسبه 200%، كنت مقتنع بنسبه 100% بقيت 200%، واخد ده بالك؟ حلو جدا، ده بسطني جدا، أرجوك. وإن الناس تتشجع ده حلو جدا تحفة، وفعلا العلم والخبرة ليها دور إن هي تطور الشخص بشكل كويس قوي. صح، دلوقتي فعلا العلم التطور مهم، إن احنا نستغل ده، نبدأ نشوف ناكل إزاي، نتمرن إزاي بشكل صح، عشان ما تبقاش بتحرق وقت، لا يبقى في نتيجة في ده. كلامك عن ايه؟ بس حطوا لنا الفيسبوك اهو، الفيسبوك والانستجرام بتاع الراجل المحترم ده، عشان انا بعز الراجل ده معزه عشان هو شاطر وامين في كلامه. حبيبي يا شريف والله كل مره لازم اديك كلمتين كده. كويس كويس، ده يبسطني جدا. هنتكلم النهارده بقى عن ازاي لو ست بيت قاعده في البيت بتاعها ازاي تقدر تتمرن، لو هي ما عندهاش وقت تروح الجيم، يعني عندها ميشنز كتير دلوقتي، الحياه بقت مليئه فعلا بالمهام، احنا في عصر السرعه ففي مهام يوميه كتير قوي، ازاي بقى ست البيت تقدر تتمرن في البيت وتعمل نتيجه حلوه بتمارين بسيطه وسهله، ده هيبقى جزء عندنا النهارده، وانا ادعي ان الناس تفرق معاها قوي الجزء ده في صحتها، وان الموضوع يبقى سهل وبسيط، مش لازم نروح جيم، لا ممكن نتمشى، ممكن نعمل اكتيفيتي في البيت بسيطه، النهارده هناخد كام تمرينه، دول هيساعدوا جامد قوي. اوكي ده اول موضوع عندنا. ماشي. تاني موضوع بقى مهم جدا، وهو ازاي نقدر نبدل البروتين الحيواني ببروتين نباتي. ناس كتير قوي بتبعت لي على ده وبتطلب مني ده. طيب ليه؟ دلوقتي انا شايف ان واقعي قوي بالنسبه لنا ان احنا مثلا لو عندنا 3 وجبات بناكلها في اليوم، فطار وغدا وعشاء، ان احنا نخلي وجبه منهم او وجبتين عباره عن بروتين نباتي. طيب ليه؟ او ده هيفيدني في ايه؟ اول حاجه هيوفر لنا فلوس. بالظبط، اول حاجه هيظبط لنا جدا حته التكاليف دي، ودي هتبقى حاجه تبسط الناس وتخليها متشجعه، مش لا ده انا لازم اجيب اكل غالي عشان اعمل دايت، لا ما يبقاش فيه مبررات للحته دي. فاول حاجه هتوفر فعلا معانا فلوس جامد قوي. تاني حاجة كويسة، بروتين نباتي ده في حاجة اسمها انتي اوكسيدنت، مضادات اكسدة، يعني بتطرد السموم من جسمنا نتيجة بقى التدخين او الدخان اللي بنشمه وحش او. حلو. تالت نقطة، البروتين النباتي ده فيه البروتين الكافي فعلا لعضلاتنا عشان تعمل استشفاء ويحصل بناء عضلي كويس قوي. فازاي نقدر نعمل كده؟ نبدأ ندخل بقوليات، يعني مثلا لو هنتكلم على ارض الواقع بقى في البيت، بقوليات زي ايه؟ انا عارف ان في ناس ممكن ما تبقاش بتحب انواع من البقوليات، بس خلينا نشرح. لا احنا بنحبها بس هي غليت. غليت بس مقارنه بالبروتين الحيواني لا مقبول، مقبول. بقوليات احنا كلنا بنحب الفول. بالظبط، فول وعدس كمان. وعدس دول الفاصوليا ناشفه. بالظبط، الفاصوليا البيضاء واللوبيا. ايوه، دي من الحاجات اللي فيها بروتين محترم جدا، يساعد في الاستشفاء، يساعد المناعه تبقى كويسه، الهضم يبقى كويس، البناء العضلي يبقى كويس، لان مهم قوي عنصر البروتين ده في اكلنا، عشان ده اللي بيتحكم بشكل رئيسي في المناعه بتاعتنا، وان احنا نبقى بعيدين عن الامراض، عندنا هيكل كويس قوي، كتله عضليه كويسه تخلينا نقوم بيومنا. المشكله الوحيده ان الشخص لما بيبطل يعمل رياضه او يتمرن العضلات بتضعف. طب ليه؟ العضلات في جسمنا عبء عليه، يعني جسمنا نفسه يتخلص من العضلات دي، اسهل حاجه بالنسبه له يتخلص من العضلات ويحوش دهون يحولها لطاقه. فان احنا ناخد بروتين ونخليه في الصوره النباتيه ده، دي من اذكى الحاجات اللي ممكن نعملها، عشان زي ما قلنا هنوفر جامد قوي، هنضمن كتله عضليه تخلينا ان شاء الله نعيش نقوم بمهامنا اليوميه، ست البيت تعمل مهامها اليوميه، الرجال الكبار يقدروا يروحوا الشغل وينتجوا اكتر، دي حاجه هتبقى قويه جدا. نبدا ندخل بقى زي ما قلنا كده الفول، العدس في اكلنا 200 جرام مثلا و200 جرام في الغداء وفي العشاء، او 150 جرام و150 جرام،
ده هيسهل جدا لو اي حد عايز يتمرن ياخد البروتين بتاعه الكافي، مناعته تبقى كويسه. وحتى لو محدش بيتمرن مهم جدا ان انا ادخل بروتين محترم في اكلي. المشروم اخباره ايه معاك؟ المشروم كويس قوي جدا جدا جدا، وانتي اوكسيدنت هايل، مضادات الاكسده كله بروتين هايل، كله بروتين، وسعراته كمان قليله جدا. يعني مش بيتخن ان هو يتحط، ولو يتحط على الفراخ بيبقى طعمه تحفه، او اللحمه بيبقى طعمه تحفه فعلا. او على السلطه بالظبط طعمه بيبقى تحفه حرفيا. فهنا لو قدرنا نحول شويه استهلاكنا العالي جدا للبروتين الحيواني ده لبروتين نباتي في اكلنا، زي ما قلنا ندخل الفول، العدس، المشروم، كل دي بدائل هتبقى هايله، هتضمن لنا بروتين كويس قوي، هضمنا يبقى كويس، ومناعتنا تبقى كويسه جدا. اوكي طيب كده الثلاث حاجات دي اول حاجه ما يخص ايه التعديلات اللي ممكن نعملها بسيطه في بيتنا نوفر اكتر وناخد نسبه البروتين اللي محتاجينها لعضلاتنا. تاني جزئيه بقى، ودي هتبقى مفيده جدا لاي حد بيبتدي في مجال التدريب، تدريب الكوره، تدريب الباسكت، اي تدريب. انا بشوف دلوقتي ان المجال الرياضي في مصر ما شاء الله في قدر من الكبر والتطور قوي جدا، فالمجال الرياضي ده بيزدهر وفي اقوى حالاته دلوقتي، فرصه ناس كتيره قوي. مثلا لو بيشتغل شغل، انا بشوف ناس كتير قوي بتبعت لي انا عمر عايز اشتغل شغلانه تانيه وان انا ادرب، او لو حد لسه حابب يبتدي في مجال التدريب ده في اي مجال بقى من المجالات الرياضيه. انت مش شايف انهم زيادة على اللزوم؟ في وجهه نظري ان بجد يعني ان البحر فيه سمك كتير جدا، وعدد الصيادين مش كفايه لعدد السمك. اقصد ايه؟ احنا 105 مليون. مليون يعني ناس كتير، فئة كبيرة جدا جدا عايزة تتمرن، ومش بتلاقي حرفيا اللي يدلها على ده. فلا، هل السوق يسمح ولا لا؟ السوق يسمح جدا. انا بشوف ناس كتير بتقعد تشتكي ان في مدربين كتير في السوق، بس دي حاجة كويسة، لان الناس فعلا محتاجة ثقافتها تتطور عن التغذية عن التمرين، ويعملوا نتيجة حلوة. وانا بشوف ان دي فرصة هايلة للشباب، في شباب كتير قوي عايزة تزود دخلها، عايزة تخش في المجال ده، بيحبوا المجال الرياضي ده ولاقيين نفسهم فيه. في خطوات بقى هنقولها النهاردة، ثلاث خطوات بسيطة قوي لو الناس عملتها انا هشوف ان هيبقى ليهم ربحية هايلة في ده. حطنا بقى على الفيسبوك والانستجرام هو بيقول الخطوات دي. الثلاث خطوات ايه بالظبط؟ اول خطوه ان انا ابتدي اجمع المعلومات. دلوقتي في سورسز للمعلومات ومصادر للمعلومات كتيره جدا متاحه ببلاش، ببدا اجمع معلومات عن التغذيه، عن التمرين، او معلومات اكاديميه، وابدا افيد صحابي الاول، دايره صحابي. صحابي دول لما بيعملوا تحويل او تغير ويبداوا يحسوا فرق في حياتهم وانبساطهم، ببدا احط الشغل ده على السوشيال ميديا. يعني اشتغل على اصحابي ببلاش بالظبط، مش هاخد منهم فلوس بالظبط، بس اشترط عليهم ان انا هصورهم قبل وبعد بالظبط كده، وابدا انزل الصور دي، ولما انزل الصور دي الناس تبدا تشوف قصص النجاح بتاعتي فعلا، ويبداوا يشتروا من الشخص ده. وده في اي شغلانه انا بشوف كده، انت لازم تعمل قصص نجاح الاول، مش هتمسك فلوس كويس، بس لما تحط قصص نجاح بتاعتك وشغلك وتعبك تلاقي الناس بتثق فيك جدا، وشافت الشغل بتاعك ووثقت فيك تبدا تشتري منك، وبعد كده تبدا بقى تعمل دعايه لنفسك. بالطريقه دي فعلا اي حد بيخش في المجال الرياضي بيغير صحابه في الاول، الناس تبدا تتكلم عنه، الناس بتتكلم جامد جدا جدا يا شريف، ما بيسوش حاجه ما بيتكلموش فيها. ودي حاجه لو انت بتعمل شغل حلو فعلا، حاجه تبقى في مصلحتك، حتى لو الناس بتتكلم عليك وحش، دول هيعملوا لك دعايه قويه جدا. انت ناس بتتكلم عليك ايه؟ في ناس بتتكلم كويس وفي ناس بتتكلم وحش، وانا مؤخرا ما بقتش اتضايق، ساعات بيني وبينك كده مشاعري ايه بتنقح عليا، عايز ارد بس بقول بيقول لك ايه الوحش؟ انت مش فاهم حاجه، انت ازاي تقول الكلام ده؟ نوعيه ما بتخش تشوف بروفايل، هو بخش اشوف له، وللاسف يا شريف والله العظيم بجد بيبقى الشخص صعبان عليا والله، بكتب له على الكومنت استغل وقتك، استثمر في نفسك، طور نفسك. لو سبت الوقت اللي انت عمال تحقد فيه على الناس وتكتب كومنتس وحشه واشتغلت فيه على نفسك، والله العظيم هتوصل اللي انت عايزه. انا ما شفتش حد بيشتغل فعلا ويركز في البلد دي بالذات، ويركز على حلمه وحاجه بيحبها وما بيكسبش، والله البلد دي فيها خير مرعب مرعب، بس الشخص يشتغل ويطور بدل ما يضيع وقته في ان هو عمال يهاجم الناس ويقول لهم كلام وحش. ففي وجهه نظري الثلاث خطوات دول لو حد فعلا اشتغل عليهم هيطوروه جدا جدا، والمجال ده فيه ربحيه عظيمه بجد عن تجربه. ايه كمان؟ ثالث نقطه بقى عايزين نفرج الناس النهارده، ايه تمارين اللي ممكن تتعمل في البيت للستات البيوت وكبار السن بتمارين بسيطه قوي قوي. عايز اسمعهم دلوقتي يعني؟ اسمعك اغنيه الاول؟ اسمعني وفاصل طبعا ونرجع تشوف تمارينك؟ طبعا. يلا يا استاذ مؤمن سمعني ايه حضرتك؟ هنغني ثلاث سلامات. ثلاث سلامات وبعديها فاصل. الحمد لله. مزيكا.
سلامات يا وحشني ثلاث ايام، ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث ايام، بايدي سلام وعيني سلام، بايدي سلام وعيني سلام، وقلبي سلام بعدك يا جميل طول، وده أول بعد طول، ثلاث أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود وعزوز، يقاسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منسى، يقاسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منسى، يا مالي الدنيا فعنيا، ثلاث سلامات وشوية، ثلاث جاهزين بقى دلوقتي نلعب رياضه مع كابتن عمر لبيب. النهارده قال هيعمل تمارين ايه لايه؟ لستات البيوت، بسيطه جدا وسهله جدا وفيها نتيجه هايله. بس والرجاله كمان ممكن تلعب؟ والرجاله طبعا. ايوه يوم طبعًا. مع بعض كده طبعا. يلا يلا كاميرتك معاك وانا هسكت. بيعرف من اكتر الناس بتعرف تبص للكاميرا بتاعتها والزاويه وبيقف صح. عقدني. تسلم لي يا شريف. النهارده هناخد أربع تمارين بسيطة جدا نعملها في البيت بشكل سهل قوي للستات الكبيرة، أو لو راجل قاعد في البيت ما عندوش وقت إنه ينزل الجيم. الأربع تمارين دول لو قدرنا نعملهم بشكل كويس قوي صحتنا هتبقى أحسن، عضلاتنا أحسن، شكل جسمنا أحسن. تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. أول تمرين هقعد كده، التمرين ده مهم جدا لعضلات تحت الصدر بتاعتي وعضلات الظهر بتاعتي عشان وضع جسمي والبوستشر بتاعتي تفضل مفروده وشكلها حلو. بقعد بالشكل ده كده على اي سجاده عندي في البيت، بعمل كده وببدا اقفل كتافي كده من فوق واطلع ازق بالشكل ده، انزل كده واطلع ازق بالشكل ده. انا هنا محتاج اعمل 10 عدات، عايزك تعملي 10 عدات وثلاث مجاميع وريح دقيقه ما بينهم. بالشكل ده كده انا بحرك عضلات اسمها سيراتوس انتيرير، او بيقولوا عليها المنشاريات. العضلات دي بتبقى مكانها هنا، والعضلات دي لو قويت بتساعدنا كتير قوي ان شكلنا من قدام يبقى مظبوط وظهرنا مفرود. هناخد تاني تمرينة، وهنا انا عايز ان احنا نستعمل ازازتين ميه صغيرين جدا في البيت. همسكهم في ايدي بالشكل ده وهحط ايدي هنا واطلع كده، ازازتين، دمبل، شنطه وشنطه، ممكن استعمل اي حاجه في البيت. بالشكل ده هنا انا بحرك اللاترال ديلت او الكتف الجانبي، والشكل ده بيخلي القوام بتاع الراجل او البنت حلو جدا، بيفضلوا محافظين على شكل الفي او السبعه ده. وهنا بالمنظر ده بمسك الدمبلين كده وابدا ازق بالشكل ده. عايز هنا 12 عدة، وعايز أنزل بالراحة واضمن جدا أن أنا بشغل العضلات دي بإزازتين أو شنطة أو أي ممكن أستعملها تكون خفيفة. بالشكل ده أنا هنا عملت تنشيط للعضلات بتاعت كتفي، وبالشكل ده أنا أقدر أعمل نتيجة هايلة جدا لشكل جسمي. تالت نقطة، وأنا ماسك إزازتين مية هقف بالشكل ده كده وأمسك الإزازتين كده وأطلع بالشكل ده وانزل بالشكل ده 10 عدات، 2 3 4 5، وافضل بالشكل ده لحد 10 عدات، وبعد كده اخد راحه دقيقه
واكمل 3 مجاميع. هيبقى عندنا الشكل الاخير وده لعضلات الكور البطن بتاعتنا. كل دي تمارين بسيطه قوي ممكن نعملها في البيت، مش تاخد مننا 10 دقائق بالظبط، بس دي مهمه قوي 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 لصحه عضلاتنا، لان زي ما قلنا قبل كده لو ما اتحركناش عضلاتنا دي هنبدا نفقدها واحده واحده، فمهم ان انا اعمل الشغل عليها. اخر تمرين وانا في الوضع ده بقوم بالظبط ربع طلعه بس المس رجلي وانزل تاني، ربع طلعه المس رجلي وانزل تاني، 10 عدات وبعد ما اخلصهم بريح دقيقه واعمل الشكل ده مرتين. التمارين دي لو قدرنا نحافظ عليها في البيت مش هتاخد اكتر من 10 دقائق وهتساعدنا بشكل هايل نحافظ على صحتنا، نقوم بمهامنا اليوميه، نقدر نعمل الاكل بتاعنا وننزل شغلنا ونعلم ولادنا ونوديهم النادي. ده هيفرق معانا بشكل كبير جدا. شكرا يا راجل يا محترم. شكرا كابتن عمر لبيب مدرب لياقه بدنيه على وجوده النهارده وعلى كميه النصايح اللي قالها لنا والتمرين اللي عملها. اشكرك، نورت وشرفت. اتمنى انكم اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نكون معاكم بكره في نفس الميعاد. شكرا لكم، باي باي.